وفي الضفة الغربية المحتلة شهدت عدة محافظات مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن مواجهات اندلعت في مدينتي نابلس وطول كرم أسفرت عن إصابة 30 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطية، فيما أصيب العشرات في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقبت محاولات هدم أجزاء من جدار الفصل العنصري.